قبل ما نبدأ جولتنا على المحطات الثقافية والفنية رح نبدأ أخبارنا مع خبر توعوي وتحت رعاية الرئيس سعد الحريري وبمناسبة الذكرى العالمية لضحايا حوادث السير بيدعي المجلس الوطني للسلامة المرورية إلى تدشين مركز أبحاث السلامة المرورية وأكاديمية ألفا للتدريب على السلامة المرورية وذلك نهار الثلاثاء 13 تشرين الثاني ابتداء من الساعة 12 الظهر بمقر أمانة السر بالكارانتينا قرب وزارة الطاقة. الفيديو اللي عم نشوفه مأخوذ من الصفحة الرسمية لغرفة التحكم المروري. منتابع مع أخبارنا برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب بتدعي كلية الفنون الجميلة والعمارة إلى المشاركة بنشاط رح يحمل عنوان يوم الفنون والعمارة في الجامعة اللبنانية بتقدم من خلاله خلال هالنشاط رح نشوف تحية إلى روح العملاق في عالم المسرح ريمون جبارة. نشوف فيديو لريمون جبارة. فإذا هيدا النشاط رح بيصير نهار الخميس 15 تشرين الثاني، إذا رح بيكون في تحية لروح الراحل ريمون جبارة بالإضافة إلى تسليم دكتوراه فخرية لكل من لطيفة وأنطوان ملتقى. موعد هاللقاء الخميس 15 تشرين الثاني ابتداء من الساعة 4 بعد الظهر بقاعة المؤتمرات مدينة رفيق الحريري الجامعية بالحدث. هلا هيدا التأثير عشوا سوا بالدار أنطوان زميلنا ورفيقنا له فضل كبير على المسرح اللبناني هو لطيفي وأنطوان باعترافي أهم ممثل مرق بتاريخ المسرح بلبنان. اللي بيوصل لـ80 بيسأل من الحياة بيروح يتضبضب أنطوان. الواحد يصير ممثل بده يكون في عنده إمكانيات كبيرة. الله يرحم ريمون جبارة ويطول بعمر لطيفة وأنطوان ملتقى. رح متابع مع أخبارنا بمناسبة عيد الاستقلال وضمن محطاتها الفنية الأنتيكا بار بتقدم أمسية بعنوان مستقلين مطروبين وبالأنتيكا سهرانين وذلك أمسية فنية مع الفنان ناجي القسطى ب 21 تشرين الثاني الساعة 10 المساء إذن بالأنتيكا بار أرينا سيسايد. نتابع مع عروض الأفلام. نحن على موعد نهار الاثنين مع عرض لفيلم جديد ضمن محطات الانديو السينمائية بالاشتراك مع مؤسسة أميل شاهين للثقافة السينمائية وهالمرة الفيلم بعنوان نيل إخراج مايكل أبتد انتاج عام 1994 مع جودي فوستر ليام نيسن وناتاشا ريتشاردسون. إذا الاثنين الساعة 7 بعد الظهر بالانديو والدخول مجاني. She's been completely isolated. A blood test will pick up childhood disease. You said she can talk. Yeah, but it's some kind of language of her own. She talks to me. I didn't ask for that. She did. منتابع اخبارنا منروح الى كازينو لبنان يلي دائما وضمن النشاطات الموسيقيه والفنيه بيرافقنا بكل المناسبات. بفتره عيد الميلاد نحن على موعد مع كريسمس فيليج ات كازينو دو ليبان وذلك من 15 كانون الاول لغايه 6 كانون الثاني. رح يتضمن النشاط معارض هدايا ورش عمل واكيد سانتا وتوزيع هدايا من الساعه 5 بعد الظهر لغايه الساعه 11 المساء.
Feliz Navidad. نتابع كمان مع أخبارنا. بمناسبة عيد استقلال لبنان واليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، قنصلية لبنان والجالية اللبنانية بالإمارات بقدموا أمسية بعنوان ليلة حلم رحبانية، إعداد وإنتاج غدي وأسامة الرحباني مع هبة طوجي بالاشتراك مع سيمو عبيد وإلي خياط ب 25 تشرين الثاني بدبي أوبرا. ناس بسمني وناس بزيت، فيك تتسلط فيك تتحشر، صيف وشتي على نفس البيت، وبين الجامع طار صغير كل شي جامع، قدوس أحمد مري ولامع، سرج وباش فاطمة ولوران. ضمن المحطات الصحية يلي عم بيصير في عليها توعية بمختلف المناطق اللبنانية، وبمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم والشبكة الوطنية للرعاية بيدعو إلى يوم صحي مجاني بالتعاون مع وزارة الصحة، رح يحمل عنوان حلو بلا سكر، رح يتخللوا فحص مجاني للسكري، محاضرة حول المرض، مسيرة مع دراجات هوائية وجمعية الكشاف اللبناني، وأكيد محطات مع الطعام الصحي المناسب لهيدا المرض. موعد السبت المقبل 17 تشرين الثاني من 9 صباحا لغايه الساعه 1 الظهر بجامعه الام يو بي اس بفرع علي. منتابع مع اخبارنا. ضمن مهرجان ارصفه زقاق، مشاركه لفرقه جواب بحفله موسيقيه رح تتضمن مقطوعات من التراث اللبناني والسوري، وموعد الامسيه اليوم الساعه 10:30 المساء باستوديو زقاق بمرم خايل. منتابع بخبر أخير. فبروري 30 بيقدم أنتيكا نايت، مجموعة من أغاني الريبرتوار اللبناني من الزمن الجميل، نهار الخميس المقبل ابتداء من الساعة 10 المساء. هيك بنكون عم نختم جولتنا على المحطات الثقافيه والفنيه، وقبل ما نرجع ننتقل لعند جوال مره ثانيه، جوله افق اقتصاديه وماليه بمجمل الاوضاع الماليه العامه مع الوزيره السابقه السيده ريا الحسن بالمجازين السياسي اليوم عبر اذاعه الشرق 8:30 مع زميلنا يقظان التقي، وفي المجازين ايضا تقدير موقف سياسي مع رئيس تحرير جنوبيه الصحافه السيد علي الامين، اسعار النفط مع العقوبات الامريكيه على طهران مع الخبير النفط الدكتور وليد الخدوري. هلا كيف عم بيكونوا أحوال الطرقات؟ خلونا ناخد فكرة مع شوال. إلى غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير معنا المشغل جوزيف غاوي. صباح الخير. صباح الخير. كيفك اليوم؟ ماشي الحال. تفضل. نبلش من المدخل الجنوبي، عم بتكون حركة سير كثيفة مثل ما قدامنا من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا، كمان مكملة حركة سير كثيفة باتجاه نفق سليم سليم وصولا للوسط التجاري. مدخل الشرقي حركة سير ناشطة من الجمهور باتجاه اليرزة
كمان مكملة حركة سير ناشطة من الصياد باتجاه الكارانتينا. أما المكمل على جسر العدلية باتجاه الأشرفية كمان اليوم حركة سير كثيفة. مستديرة العدلية عم تكون حركة سير اليوم ناشطة باتجاه المتحف، كمان المكمل بالبربير باتجاه كورنيش المزرعة عم تكون حركة سير كتير منيحة. هنا حركة سير كثيفة من قصقص باتجاه بشارع الكورة. ضمن بيروت عم تكون حركة سير ناشطة من تقاطع برج الغزال باتجاه برج المر، بتصير كثيفة من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمرة. الخط البحري من عند المريسة باتجاه الروشة حركة سير كتير منيحة. مدخل الشمالي عم تكون حركة سير كثيفة اليوم من النقاش باتجاه أونتلياس وصولا إلى الأشغال بجل الديب. من بعد الأشغال عم ترجع تصير حركة سير ناشطة باتجاه نهر الموت. تكمل كمان أوتوستراد من نهر الموت باتجاه الدورة الكارانتينا، كمان وصولا لشهر الحلو عم تكون حركة سير ناشطة. كمان عنا حركة سير ناشطة من الصيفة باتجاه الوسط. أوكي، يعني مشهد مثل كل أيام الأسبوع بالنهاية، لأن بعد في أشغال قبل الويك أند. طيب نحن بكرة بنحكيكم باتصال جديد، بنشكرك على كل هالتفاصيل. بريك ومنرجع.